مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو سهلة وسريعة وكتير طيبة ورائعة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. حلو لرمضان، كتير كتير رائعة. منحط عليها فستق حلبي بهيدا الشكل، واو بتشهي. شايفين شكلها شو رائع؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا لتر حليب، 150 ميلي دبل كريم، كريمة سائلة، 3 معلق طعام سكر و 3 معلق طعام نشا. بحط الدبل كريم على جنب، بحط السكر والنشا، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا اضيف الدبل كريم. منضيف الكريمة، بستمر بالتحريك. بس غلى الخليط بهيدا الشكل، هلا بحطهم بكاسات. بعد ما حطينا الحلو بالكاسات، هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شيء ساعتين. هاد الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين. قبل التقديم شو بنعمل؟ عنا كريمة، بنحط على الوجه كريمة بهيدا الشكل، ورشة فستق حلبي خفيفة، وهيدا الشكل النهائي. شكلها كتير فخم ورائع. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.